او سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 عايز رابطه، وممكن نحط عدد ذرات الكربون اللي احنا عايزينه. قلنا هو ده معنى كلمه ار. قلنا ان انت تقصد ان لو جبنا اي مجموعه من دول وحطينا عليهم سي او او اتش اصبح عندي انت انا بكتب بالرصاص فاتي اسيد او حمض دول. كملنا كلامنا المره اللي فاتت وقلنا ممكن الفاتي اسيد او الحمض الدهني ده يكون زي ما انا رسمه على الصباره، مفيش فيه اي دبل بوند. عايزه سميناه ايه؟ ساتيوريتد فاتي اسيد، يعني حمض دهني مشبع، كل الروابط اللي فيه مشبعه. وقلنا الاحتمال الثاني زي ما قسمته انتوا دلوقتي، نشيل من هنا اتش ونشيل من هنا اتش. الناس اللي ثابت الهيدروجين زي ما هو بترسم، لازم تشيل من هنا هيدروجين ومن هنا هيدروجين عشان تحط مكانهم دبل بوند. قلنا الفاتي اسيد اللي بيحتوي على دبل بوند، يعني بيحتوي على رابطه غير مشبعه، قلنا هنسميه انساتيوريتد فاتي اسيد. وكملنا كلامنا المره اللي فاتت وقلنا الساتيوريتد فاتي اسيد او الحمض الدهني المشبع بنقسمه عيلتين اتنين. اول عيله كنا بنقول عليها شورت تشين اللي فيها من 2 ل 10 ذرات كربون. لو لقيت الفاتي اسيد فيه ذرتين 3 4 معاك لحد 10، ساعتها بنقول على الفاتي اسيد ده شورت تشين فاتي اسيد. لو جبت عدة ذرات الكربون في الفاتي اسيد لقيتهم اكتر من 10 ذرات كربون، قلنا ساعتها هنقول عليه لونج تشين فاتي اسيد. وادينا امثله للشورت تشين فاتي اسيد المره اللي فاتت، وادينا كمان امثله للونج تشين. وقلنا الشورت تشين بتاعنا هم الاسيتيك، بروبيوتيك، بيوتيريك، فاليريك، واخيرا ابرويك، كابريليك، كابريليك. وقلنا اللونج تشين بتوعنا ثلاث امثله، اهمهم اللي لازم تكون حافظهم كويس جدا البالميتك والاستيادك. قلنا البالميتك ده 16 ذره كربون، يعني سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 عد لحد 16 ذره كربون. اما الاستيادك فاخوه الكبير كان 18 ذره كربون. وبعد كده اتكلمنا في الانساتيوريتد فاتي اسيد اللي هو الحمض الدهني الغير مشبع، يعني اللي بيحتوي على دبل بوند. واتفقنا مع بعض المره اللي فاتت ان كلمه دبل بوند تساوي انويك وتساوي كلمه ثانيه ايثانويك. عشان كده قلنا الفاتي اسيد اللي هو انساتيوريتد ممكن نقسمه لعيلتين اثنين. ممكن يكون الفاتي اسيد فيه دبل بوند واحد، والاحتمال الثاني ان يكون فيه اكتر من دبل بوند. لو كان في دبل بوند واحده قلنا ساعتها هنسميه مونو انساتيوريتد فاتي اسيد. مونو يعني احادي، يعني في دبل بوند واحده، او قلنا عليه مونو اينويك او مونو ايثانويك. اما لو الفاتي اسيد فيه اكتر من دبل بوند فقلنا ساعتها هنسميه بولي انساتيوريتد فاتي اسيد. بولي يعني عديد، يعني فيه اكتر من دبل بوند، او قلنا ممكن نقول عليه بولي اينويك او بولي ايثانويك. المرة اللي فاتت خدنا المونو انساتيوريتد فاتي اسيد وشرحناهم بالتفصيل، وعرفنا ازاي نرقم الفاتي اسيد مع بعض وازاي نعرف مكان الدبل بوند. واتفقنا مع بعض ان احنا عندنا ترقيم او نوعين اتنين من الترقيم، يا اما برقم من عند السي او او اتش اللي احنا سميناها دلتا ولا اوميجا؟ دلتا. يا اما برقم من عند السي اتش 3 واللي احنا سميناها اوميجا. يعني قلت لو انا عندي فاتي اسيد سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش سي اتش 2 ده فاتي اسيد في كم ذره كربون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ده فاتي اسيد في 9 ذرات كربون. لو انا حابب اعرف مكان الدبل بوند فين، ركز بقى مع بعض عشان النهارده مش هرسم، النهارده هقول ارقام وانت اللي هتطلع الاسم. ده فاتي اسيد فيه 9 ذرات كربون زي ما احنا عديناهم دلوقتي. وانا عايز اعرف فيه كام دبل بوند؟ ادي واحده وادي الثانيه. مكان الدبل بوند فين؟ قلنا عندنا نوعين اثنين من الترقيم. نوع اسمه دلتا والنوع الثاني اسمه اوميجا. ايه الفرق بين الدلتا والاوميجا؟ قلنا الكربونه اللي هي سي اتش 3 دي احنا بنسميها اوميجا، اللي هي اول كربونه من الناحيه دي. واول كربونه من الناحيه الثانيه دي اللي احنا قلنا بنسميها دلتا. يبقى انا عندي كربونتين اثنين، اول واحده اسمها اوميجا واخر واحده اسمها دلتا. انت بقى دلوقتي عاوز تعرف مكان الدبل بوند فين؟ هتسال نفسك سؤال، انا هعمل ترقيم من ناحيه الكربونه اوميجا ولا من ناحيه الكربونه دلتا؟ قلنا هنبدا بالكربونه دلتا اللي هي دي. يبقى دي الكربون رقم 1 2 3 4
خمس ست سبعة ثمانية تسعة. انا دلوقتي رقمت من عند الكربونة دلتا وعديت من هناك. في عندنا كم دبل بوند زي ما اتفقنا؟ اتنين. اول واحدة بين الكربونة كم وكم؟ اربعة وخمسة. اقول دلتا اربعة، يعني في دبل بوند بين الكربونة اربعة واللي بعدها. الدبل بوند الثانية بين الكربونة كم وكم؟ سبعة وثمانية، يبقى دلتا اربعة وكم؟ وسبعة. اول ما اشوف فاتي اسد وكاتب لك جنب منه دلتا كذا وكذا وكذا، تعرف على طول الارقام دي عدد الدبل بوند. يعني ده مكتوب لك دلتا اربعة وسبعة، يبقى في كم دبل بوند؟ اثنين. واحدة بين الكربونة اربعة واللي بعدها، والتانية بين الكربونة سبعة واللي بعدها. خلاص؟ طب ده الترقيم لو من الناحية دلتا. طب لو انا دلوقتي بقى عايز اعرف مكان الدبل بوند بس من العكس، من الناحية اوميجا، يبقى هعد من الناحيات. يبقى دي الكربونة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أوميجا لما نيجي نعد دول تسعة ذرات كربون، وعندنا اثنين دبل بوند. أول دبل بوند قابلتني بين الكربونة كام وكام؟ اثنين وثلاثة، يبقى الأوميجا كام؟ أوميجا اثنين. الدبل بوند اللي بعدها عند كام؟ خمسة. المفروض أقول كمان أوميجا خمسة، يبقى المفروض الفاتي أسيد ده فيه اثنين دبل بوند. لو عديت من الناحية دلتا يبقى دلتا أربعة وسبعة، ولو عديت من الناحية أوميجا يبقى أوميجا كام؟ اثنين وخمسة. بس قالوا لما تيجي تعد من الناحية دلتا حط اللي أنت عايزه ماشي. قابلت اثنين دبل بوند زي كده حطهم، قابلت ثلاثة حطهم، قابلت أربعة حطهم. لكن لما تيجي تعد من الناحية أوميجا هتحط بس أول دبل بوند تقابلك اللي هي عند كام؟ عند اثنين. طب واللي عند خمسة دي؟ قال لك ما تحطهاش. الترقيم من الناحية أوميجا بيذكر بس فيه اول دبل بوند بتقابلك، وما بتحطش اي حاجه تانية. ليه؟ هنعرف بقى دلوقتي. ده كده بالنسبه للكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، والجزء ده هو اللي انا محتاجه المره اللي فاتت، ترقيم دلتا وترقيم اوميجا. انا دلوقتي بقى بعد ما خلصنا المونو انساتيوريتد فاتي اسيد، النهارده احنا هنتكلم مع بعض عن البولي انساتيوريتد فاتي اسيد. بولي انساتيوريتد فاتي اسيد او اختصارها بوفا. بولي unsaturated fatty acid يعني الفاتي اسيد اللي بيحتوي على اكتر من دبل بوند. ايه هم الفاتي اسيد اللي بتحتوي على اكتر من دبل بوند؟ تحفظهم صم. اول واحد اسمه لينوليك، ثاني واحد اسمه لينولينيك، في فرق ان بين الاثنين. ثالث واحد اسمه اراشيدونيك، اللي بعده اسمه ايكوزا بنتا نويك اسيد او اختصاره ايكوزا بنتا نويك اسيد ايبا او دوكوزا هيكسا نويك اسيد اختصاره دي اتش ايه. عندنا خمسة بولي انساتيوريتد فاتي اسيد. مفيش حصة من النهاردة لحد ما هنخلص فصل الليمت من غير ما هنجيب سيرتهم، لحد ما هتحفظهم أكتر من اسمه. الخمسة دول البولي انساتيوريتد فاتي اسيد، هما دول اللي بيعملوا شغل الليمت اللي في جسمنا كله. أي شغل حيوي في جسمك الليمت مسؤولة عنه عن طريق الخمسة فاتي اسيد دول. خمس أحماض دهنية كلهم بولي انساتيوريتد يعني فيهم اكتر من دبل بوند. اول واحد اسمه لينوليك، اللي تحته لينولينيك، اللي تحته اراشيدونيك، وبعد كده ايكوزا بنتانويك ودوكوزا هيكسانويك. هتحفظهم، وبعد ما تحفظهم تبقى تكتبهم في الامتحان اختصارات، ولو حد سالك فيهم تقول اختصارات، ما تقولش الاسامي الطويله دي، بس لازم تبقى عارف الاختصارات دي بتاعت ايه. اللينوليك اسيد، بص بقى انا هقول وانت اللي تقولي. ده 18 ذره كربون، دلتا 9 و12، يعني معنى كده ان ده فاتي اسيد فيه كام دبل بوند؟ 2. اول واحده بين الكربونه 9 و10، والثانيه بين الكربونه 12 و13، وانا عادل من الناحيه دلتا. في نفس الوقت هو اوميجا 6، معنى ان اوميجا 6، يعني لما اجي اعد من الناحيه اوميجا
اول دبل بوند هتقابلني هتبقى بين كام وكام؟ هنقول الثانيه ولا مش هنقولها؟ مش هنقول. طيب لينوليتك اخوه برضه 18 ذره كربون، حتى نفس الاسم بس بيزيد عليه ان بس، وبرضه دلتا 9 و12 و15. يبقى اللينوليتك فاتي اسيد فيه كام دبل بوند؟ 3، واحده بين 9 و10 والثانيه بين 12 والاخيره بين 15 و16. ده لما اجي عند من الناحيه اوميجا لقيناه اوميجا 3، يعني اول دبل بوند، اول دبل بوند هتقابلني هتبقى بين الكربون 3 و4. طب ننزل على الاراشيدون، الاراشيدون ده 20 ذره كربون، دلتا 5 8 11 14، يبقى في كام دبل بوند؟ 4، واحده من 5 و6 والثانيه من 8 و9 والثالثه من الكربون 11 واخر واحده 14 و15. ولما اجي ابص عليه هو اوميجا كام؟ لقيناه اوميجا 6. طيب الايكوزا بنتانويك زي الاراشيدونيك 20 ذره كربون بس بيزيد عليه كمان دبل بوند زياده، يعني هم نفس الاربعه دول 5 8 11 14 و17. يبقى الايكوزا بنتانويك هو هو الاراشيدونيك 20 ذره كربون بس ده 4 دبل بوند، اما ده كام؟ 5 دبل بوند، واحده من 5 و6، واحده من 8 و9، 11 و12، 14 و15، واخر دبل بوند من 17 و18. ده اوميجا كام؟ اوميجا 3. اخر واحد عندنا اللي هو الجلوكوزا هيكسانويك ده 22 ذره كربون. ده دلتا كام؟ ده دلتا 4 7 9 9 و 3 كام؟ 12 مش كده؟ 12 و 3 15 و 3 كام؟ 18. لا كده التقدير مش مظبوط. هو 4 7 10 13 صح، انا جمعت 2 10 13 16 15. ياه ده النور. لما تيجي تحفظهم 13، لما تيجي تحفظهم شفت انا عملت ايه قدامك؟ هتكتب اول رقم وتعد 3، 5 و 3 8 و 3 و 3 و 3. يعني انا مش هقعد احفظ اليكوزا بنتانويك ده 5 8 11 14 17، مش هقعد احفظ ده 4 7 10 12 16. انت بتحفظ فقط اول رقم، والترند اللي الجسم ماشي عليه ان انت لما بتحط اي دبل بوند لازم تفرق عن اللي قبلها كام ذره كربون؟ 3. يبقى عشان ما تنساش في حتة الحفظ انت بتحفظ فقط اول رقم، الاثنين دول زي بعض بدايتهم رقم 5، اخر واحدة دي بدايتها رقم 4، وبعد كده كل مرة بتضيف كام؟ بتضيف 3. يبقى تاني اللينوليك واللينولينيك دول 18 ذرة كربون، الاراشيدونيك والايكوزا بنتانويك دول 20 ذرة كربون، اخر واحد الدوكوزا هيكسانويك هو ده اللي كام؟ 22 ذرة كربون. أول واحد 9 و12، اللي تحته 9 12 و15، كل مرة بنزود 3 زي ما اتفقنا. بعد كده الأراشيدونيك والإيكوزا بنتانويك زي بعض 5 8 11 14، بس الإيكوزا بيزيد كمان دبل بوند هتبقى عند كام؟ 17. آخر واحد اللي هو الدوكوزا هيكسانويك ده 22 ذرة كربون وفي 6 دبل بوند بتبدأ من رقم 4 وكل مرة تزود 3 لحد ما تخلص الستة دبل بوند بدوها، تمام؟ يبقى ايه هما البولي انساتيوريتد اللي موجودين عندنا؟ أول واحد اسمه لينوليك، نقول مع بعض الأسامي عشان ما تنسوش، لينوليك واللي تحته لينولينيك، والاثنين زي بعض كم ذرة كربون؟ 18. أول واحد فيه 2 دبل بوند واللي تحته 3. أول واحد دلتا كام وكام؟ 9 و 12، اللي تحته هيزيد واحد يبقى 9 و 12 و 15. بعد اللينوليك واللينولينيك عندنا أراشيدونيك، كام ذرة كربون؟ 20، في كام دبل بوند؟ 4 5 8 11 14. اللي تحته اسمه إيكوزا بنتانويك أسيد، اسمه إيه؟ إيكوزا بنتانويك أسيد، 20 ذرة كربون
بدأ من 5 لحد 17. اللي تحته الأخير جلوكوزا هيكسانويك أسيد، اسمه ايه؟ جلوكوزا هيكسانويك. تاني اسمه؟ جلوكوزا هيكسانويك. ده 22 ذرة كربون، بدأ من عند 4 لحد رقم 19. يبقى لينوليك، لينوليك، أراشيدوليك، جلوكوزا بنتانويك، ودوكوزا هيكسانويك. تاني مع بعض، لينوليك، لينوليك، أراشيدوليك، جلوكوزا بنتانويك، ودوكوزا هيكسانويك. تاني، لينوليك، ودوكوزا هيكسانويك. الناس اللي ما بتتكلمش اتكلموا، يعني انت انطق الكلام، ممكن يبقى الكلام بالنسبه لك واضح، لما تيجي تروح البيت تنسى النطق اصلا، مش تحصل حاجه لما ننطقها مع بعض. اول حاجه يا شباب، لينوليك، أراشيدوليك، جلوكوزا بنتانويك، جلوكوزا هيكسانويك. دول الخمسه فاتي اسيدز اللي احنا بنقول عليهم بولي انساتيوريتد فاتي اسيد. بص بقى يا سيدي، ليه لما جينا نعد من ناحيه اوميجا قلنا اول دبل بوند بس وما كملناش الباقي؟ لما قلنا اول واحده بس لقينا ان اللينوليك والاراشيدوليك الاثنين طلعوا اوميجا ايه؟ اوميجا 6. لو جيت تكمل بقيه الدبل بوند 6 وكام 6 وكام هتلاقي يبدا في اختلافات تحصل، صح؟ لكن هما تشابهوا في مكان اول دبل بوند. بص كده للينوليك واليكوزا بنتانويك والدوكوزا هيكسانويك، الثلاثه طلعوا اوميجا كام؟ اوميجا 3. فلو احنا هنعتمد في الاوميجا على اول دبل بوند بس، لان في فاتي اسيدز كتيره متشابهه مع بعض في اول كربونه من الناحيه اوميجا، عشان اقدر اصنفهم عائلات. اقدر اقول العيله بتاعت اوميجا 3 اللي هم مين؟ لينوليك، جلوكوزا بنتانويك، ودوكوزا هيكسانويك. واقول العيله بتاعت اوميجا 6 اللي هم مين؟ اللينوليك ومين؟ والاراشيدوليك. يبقى الهدف من الترقيم اوميجا ما كانش منه ان انا اعرف اماكن الدبل بوند فين. ما انت عندك الدلتا كاف هيقول لك عندك كام دبل بوند وهيقول لك مكانهم فين. هدف الترقيم اوميجا ان انا اصنفهم جروب زي مجاميع، اقول ان عندي فلان وفلان دول اوميجا 6، اما الباقيين دول كلهم فيبقوا اوميجا 3. يبقى انا عندي الكلاسيفيكيشن على حسب الدبل بوند من الناحيه اوميجا نوعين اثنين، اوميجا 3 وفي اوميجا 6، اوميجا 6 واوميجا 3. دول اشهر فاتي اسيدز موجودين، واكثر فاتي اسيدز موجوده في الاكل، واكثر فاتي اسيدز مفيده في جسم حضرتك وبتخش في تصنيع حاجات مهمه جدا. هل معنى كده ان مفيش مركبات ثانيه غير اوميجا 6 اوميجا 3؟ لا، في فاتي اسيدز كتير. في فاتي اسيد مثلا اجي ابص عليه اوميجا تلاقيه اوميجا 7 زي اللي خدناه المره اللي فاتت اللي كان اسمه بارميدوليك اسيد، فاكرينه؟ رسمناه كان اوميجا 7 ودلتا 9. واحد زي ده اوميجا 7. في عندنا حاجات ثانيه اوميجا 9. في عندنا فاتي اسيدز كتيره جدا غير اوميجا 3 واوميجا 6. لكن اشمعنى دول اللي خصناهم بالذكر واتكلمنا عنهم كتير؟ لان دول ذا موست امبورتنت فاتي اسيدز ان ذا وورلد. دول اهم فاتي اسيدز موجودين في الجسم اللي هم عيله الاوميجا 6 وعيله الاوميجا 3. راح مكمل كلامه وقال عيله الاوميجا 6 اللي هم اللينوليك والاراشيدونيك الاثنين دول، صح؟ مين فيهم الاهم؟ مين فيهم الاكثر انتشارا؟ اللينوليك. عيله الاوميجا 3 مين فيهم الاكثر انتشارا؟ اللينوليك. يعني عايز يقول لك ان دول كلهم منتشرين في الاكل، ودول كلهم مهمين، ودول كلهم بيخشوا في تصنيع مركبات مهمه جدا في جسمنا هنعرفها. لكن مين الاكثر انتشارا فيهم؟ اول اثنين، اصغر اثنين، اللي هم اللينوليك واللينوليك. ده يدخلني في النقطه اللي بعدها، مين بقى الفاتي اسيدز الاسينشال ومين النون اسينشال؟ مين الفاتي اسيدز المهمه والضريه في جسمنا ومين الفاتي اسيدز اللي نون اسينشال او مش مهم؟ والتقسيمه دي احنا بنسميها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو نيوتريشنال فاليو. يعني هنقسم الفاتي اسيدز على حسب النيوتريشنال فاليو والقيمه الغذائيه بتاعتهم، مين اللي موجودين في الاكل ومين اللي مش موجودين في الاكل، مين اللي جسم بيصنعه ومين اللي جسم ما بيصنعهوش. هتلاقي مكتوب عندك التقسيمه ثلاث انواع. اول نوع من الفاتي اسيد
اسمه essential fatty acid. تاني نوع عكسه اسمه non-essential fatty acid. النوع الاخير واللي هنحتاج نتكلم فيه شوية هو الconditional essential fatty acid. ايه التلات انواع دول؟ بصوا يا شباب، كلمة essential fatty acid زي ما شرحنا قبل كده قلنا معناها الفاتي اسيد ضروري، ونون اسينشال يعني غير ضروري يعني ملوش لازمه. ايه اللي يخليني احكم على اي فاتي اسيد من دول ان هو اسينشال ضروري بالنسبه لجسمي ولا نون اسينشال؟ هل هو بيتصنع في الجسم ولا لا؟ لو الفاتي اسيد الجسم بيصنعه خلاص مفيش حاجه ضروريه بالنسبه للجسم، هو متوفر للنهار والجسم بيصنعه فمفيش فيه مشكله. يبقى الفاتي اسيد اللي بيتصنع في الجسم يبقى نون اسينشال غير ضروري. الفاتي اسيد كان تو بي سينثيسايزد انسايد ذا بودي يعني اللي ما بيتصنعش اصبح اسينشال. لو الفاتي اسيد جسمك ما بيصنعوش خلاص انت مش عارف توفره، لازم تاخده في الاكل، اصبح ضروري بالنسبه لك، اصبح اسينشال بالنسبه لك. يبقى الفاتي اسيد لو الجسم بيصنعه خلاص متوفر للنهار ما بقاش اسينشال، بقى نون اسينشال غير ضروري بالنسبه للجسم. لكن لو الفاتي اسيد كان تو بي سينثيسايزد انسايد ذا بودي ما بيتصنعش في الجسم اصبح ماست بي تيكن ان دايت، لازم حضرتك تاخده فين؟ في الاكل. كده اصبح بالنسبه لجسمك حاجه ضروريه لان جسمك مش قادر يوفره. النون اسينشال مثال عشان نخلص منه زي الاثنين اللي شرحناهم المره اللي فاتت، البالميتك كوليستيريك بلاش، والبالميتك احنا حولناه المره اللي فاتت لبالميدوليك، كوليستيريك حولناه لاوليك صح؟ قلنا كل الفاتي اسيدز دي بتتصنع في الجسم. ما دام البالميتك والاستيريك والبالميدوليك بيتصنعوا جوه الجسم خلاص متوفرين للنهار بقوا بالنسبه لي نون اسينشال. امال مين الاسينشال فاتي اسيد؟ اول اثنين دول اللي هم اللينوليك واللينولين. ليه اسينشال؟ كان بي سينثيسايزد انسايد ذا بودي، الجسم ما بيعرفش يصنعه، اند ماست بي تيكن ان دايت، ولازم اخدهم في الاكل. وراح ضايف سطر قال هو اللينوليك ده فيه 18 ذره كربون صح؟ وفي كام دبل بوند؟ في 2. المره اللي فاتت الناس اللي ذاكرت في الحصه لما صنعنا بالميتوليك من البالميتك اسيد كل اللي عملناه ايه؟ جبنا البالميتك وحطيناه له دبل بوند صح؟ كان الانزيم اسمه ديساتيوليز. برافو عليك كويس قوي. طب ايه المشكله برضو ان انا اجيب الاستيارك اللي هو فيه 18 ذره كربون وده فيه 18 واحط فيه كام دبل بوند؟ احط فيه 2. قال الديساتيوريز انزيمز دي انواع، الانزيم اللي بيحط عند الكربون رقم 9 اسمه ديساتيوريز رقم 9، ما يعرفش يحط دبل بوند غير عند الكربون رقم كام؟ 9. اللي يحط عند الكربون رقم 5 اسمه ديساتيوريز رقم كام؟ 5. يعني معنى كده ان الانزيم اللي بيحط دبل بوند ده مش واحد، ده اكتر من واحد. احنا بقى عندنا مفيش انزيمات بتحط غير عند 9 او قبلها، اللي بعد 9 مش هتعرف تحط، يعني مش هتعرف تحط عند كام؟ عند 12. يعني لو الجسم حب يصنع اللينوليك اسيد هيجيب الاستيارك اللي فيه 18 ذره كربون تمام؟ ويحط دبل بوند عند كام؟ 9. في عندنا ديساتيوريز بيحط عند 9. يجي يحط عند 12 مفيش عندنا انزيم بيحط دبل بوند عند الكربون رقم كام؟ 12. يبقى الجسم هيعرف يصنع اللينوليك ونفس القصه مين؟ اللينوليك. عشان كده اصبح اللينوليك واللينوليك اسينشال. الجسم مش عارف يصنعهم. ليه مش عارف يصنعهم؟ لان اخر انزيم عندي بيحط دبل بوند بيحط عند الكربون رقم 9، مفيش عندي انزيم بيحط عند 12 ولا في عندي انزيم بيحط عند 15، فمش هعرف اصنع ولا لينوليك ولا لينولين. جميل. طب ده بالنسبه للاسينشال فاتي اسيد. قلنا الفاتي اسيد اللي الجسم ما بيعرفش يصنعها ولازم اخدها في الاكل. طيب بص كده. التلاتة اللي تحت بقى
اللي هم الاراشينويك واليوكوزا بنتانويك واليوكوزا هيكسانويك. الجسم بيقدر يصنع، خلي بالك الجسم بيعرف يصنع الثلاثة دول، يبقى المفروض مدام الجسم بيعرف يصنعهم يبقوا اسينشال ولا نون اسينشال؟ نون اسينشال صح؟ ولكن المشكلة ان الجسم بيصنعهم منين؟ من الاثنين دول. اللي يقول لك ده اوميجا كام؟ 6. مين اللي زيه واللي تحت اوميجا 6؟ اراشيدون. فالجسم لما يحب يصنع الاراشيدونك يصنعه من اللينول. طب بص اليوكوزا بنتانويك واليوكوزا هيكسانويك الاثنين اوميجا كام؟ اوميجا 3. فلما الجسم يحب يصنعهم يصنعهم من اوميجا 3 اللي زيهم اللي هو مين؟ لينولين. يعني الجسم ممكن يصنع الاراشيدونك وممكن يصنع اليوكوزا بنتانويك وممكن يصنع اليوكوزا هيكسانويك، بس مش بيصنعهم من ذرات كربون بيجيبها من الجسم ويجمعهم كده وخلاص زي ما عمل في البلمتك. لا، ده بيصنعهم من اللينولين واللينولين اللي هم اصلا السنش. وبناء عليه لو انت موفر للجسم لينولك ولينولينك، مش الاثنين دول السنشن؟ يعني الجسم ما بيصنعهم، يعني لازم اخدهم في الاكل. لو انت بتاخدهم في الاكل بانتظام ومتوفرين عندك، ساعتها الجسم يعرف يصنع دول ولا مش هيعرف؟ هيعرف، بقوا متوفرين صح؟ يعني ساعتها بقوا نون اسينشال. طب لو انت ما بتاخدش دول في الاكل، دول مش عندك دلوقتي، انت جسمك ما بيصنعهمش، وانت ما بتعوضهمش في الاكل بتاعك، ساعتها الجسم هيعرف يصنع دول؟ لا، اصبحوا اسينشال، هو الجسم مش عارف يصنعهم. ايه ده؟ يعني دول مره بقوا نون اسينشال ومره بقوا اسينشال، عشان كده ما عرفوش يحطوهم هنا ولا هنا، فحطوهم في عيله لوحدهم سموها كونديشنال اسينشال، يعني على حسب الكونديشن، يعني على حسب الحاله، حاله الجسم. لو دول متوفرين دول هيتصنعوا، دول مش متوفرين اللي تحتهم مش هيتصنعوا. يبقى ايه هم الكونديشنال اسينشال فاتي اسيد؟ هي الفاتي اسيد اللي بتتصنع في الجسم، بس بتتصنع منين؟ من الاسينشال فاتي اسيد. مين المثال بتاعنا؟ الاراشيدونيك اسيد، لان اوميجا 6 فبيتصنع من الاوميجا 6 اخوه اللي هو اللينولينك. اليوكوزا بنتانويك والدوكوزا هيكسانويك الاثنين دول اوميجا 3 فبيتصنعوا من الاوميجا 3 ابوهم اللي هو مين؟ اللينولينك. عشان كده قال اللينولينك ده هو البيرن، هو الاب بتاع عيله الاوميجا 3 اوميجا 6 لانه بيتصنع منه الاراشيدونيك. واللينولينك قال هو ده البير بتاع عائلة الأوميجا 3، هو ده الأب بتاع عائلة الأوميجا 3، هو ده اللي بيتصنع منه ده وبيتصنع منه ده. المعلومة اللي بعدها ونصحى فيها. دلوقتي أنا لما صنعت المركبات دي من اللي فوق، هما دول فاكرين عن اللي فوق إيه؟ ده فيه اتنين دبل بوند صح؟ لما أنا حولته الأراشيدونيك بقى فيه كام دبل بوند؟ أربعة، يعني ضفت عليه كمان اثنين. ده في كم ذرة كربون؟ 18. أراشيدونيك في كم؟ 20. يبقى علشان أنت تحول اللينولينك لأراشيدونيك أنت محتاج تعمل فيه حاجتين. أول حاجة أطوله، أحط فيه ذرتين كربون كمان اللي إحنا بنسميها إيلونجيشن، تطويل. هتطول الفاتي أسيد، وبعد ما أطوله أحط فيه كمان اثنين دبل بوند صح؟ عشان اوصل لاربعة دبل بوند. هو ده اللي بيحصل في تصنيع الثلاثة دول من اللي فوق. إيلونجيشن يعني تطويل، وإضافة دبل بوند اللي احنا سميناها المرة اللي فاتت دي ساتيوريشن. دي يعني شلنا، وساتيوريشن يعني التشبع، يعني خلينا الرابطة بعد ما كانت ساتيوريت ما فيش فيها دبل بوند بقى فيها دبل بوند يعني انساتيوريت. يبقى الكونديشنال اسينشال فاتي اسيد هي الفاتي اسيد اللي بتتصنع من الاسينشال فاتي اسيد. بتتصنع منهم ازاي؟ عن طريق عمليتين اثنين، عمليه الونجيشن يعني تطويل، وعمليه دي ساتيوريشن يعني هحط دبل بوند. خلاص نرجع تاني ونقول فاتي اسيد على حسب القيمه الغذائيه بتاعتهم، مين اللي متوفر في الاكل ومين اللي مش متوفر، مين اللي جسم بيصنعه واللي جسم ما بيصنعوش، قسمناهم لثلاث عائلات كبار. يا اما اسينشال فاتي اسيد يعني الاحماض الدهنيه الضروريه، وقلنا امتى اقول عليها ضروريه؟ لما يكون جسم ما بيصنعهاش.
عشان كده بقت ضروريه لازم اخدها في الاكل. زي مين؟ قلنا زي اللينولك واللينولينك. اضاف معلومه وقال طب ليه الجسم ما بيصنعهمش؟ قال لان اخر دبل بوند الجسم بيقدر يحطها عند الكربون رقم 9. مفيش عندي انزيمات بتحط دبل بوند عند 12 ولا في انزيمات بتحط عند الكربون رقم 15، عشان كده الجسم ما بيقدرش يصنع ولا اللينولك ولا اللينولينك، عشان كده هم اسينشال. اما النون اسينشال فدي اسيد، فدي احماض دهنيه ولكنها نون اسينشال غير ضروريه. ليه هي غير ضروريه؟ يبقى اكيد لان الجسم بيقدر يصنعها زي البارميتر كوليستيان. النوع الاخير اللي اسمه كونديشنال اسينشال، يعني على حسب الكونديشن بتاعه الجسم، على حسب حاله الجسم. دي بقى فاتي اسيد بتتصنع من اللينوليك واللينولينك اللي هما اسينشال، زي الاراشيدونيك اسيد بيتصنع من ابوه اللي هو اللينوليك، والايكوزا بنتانويك والدوكوزا هيكسانويك بيتصنعوا من اللينولين. فلان الثلاثة دول بيتصنعوا من اسينشال فاتي اسيد اللي هي اصلا فاتي اسيد ما بتتصنعش في الجسم. فالاثنين دول لو انت واخدهم في الاكل ومتوفرين الجسم هيعرف يصنع الثلاثة الكونديشنال. وساعتها هو بالنسبة للجسم نون اسينشال وعارف يصنعها. اما لو حضرتك ما بتاخدش الاثنين دول في الاكل جسمك ما بيقدرش يصنعهم اصلا. فساعتها دول مش متوفرين، الجسم مش هيعرف يصنع الثلاثه دول، اصبحوا بالنسبه للجسم اسينشال. فانهم ممكن يبقوا اسينشال وممكن يبقوا نون اسينشال على حسب توفر الاثنين الكبار دول لينوليك ولينوليك. فحطيناهم تبعنا جديده سميناها كونديشنال اسينشال فاتي اسيد، يعني فاتي اسيد وجودها في الجسم على حسب هل اللينوليك ولينوليك متوفرين ولا مش متوفرين. برضه كملنا كلامنا وقلنا هما بيتصنعوا من اللينوليك واللينولينك ازاي؟ قلنا عن طريق اني بجيب الفاتي اسيد ده او ده وبطوله، بحط فيه ذرات كربون زياده يعني بعمل له الونجيشن، والحاجه الثانيه بحط فيه دبل بوند يعني بعمل له دي سيركيوليشن. ليه؟ لان ده مثلا لينوليك فيه 18 ذره كربون وفيه 2 دبل بوند، انا عايز اصنع منه اراشيدونيك اللي هو مش 18 فبقى 20، يعني عايز احط ذرتين كربون على اللينوليك عشان يبقى اراشيدونيك. هعمل له الونجيشن، هطوله، هحط فيه ذرتين كربون. وكمان اللينوليك كان فيه 2 دبل بوند بس، انما الاراشيدونيك فيه كام دبل بوند؟ 4، يعني عايز كمان احط فيه 2 دبل بوند. فالكونديشنال اسينشال بتتصنع من الاسينشال فاتي اسيد باي الونجيشن اند ديساتوريشن. تيجي المعلومه المهمه اللي راح قايلها كده بصوره ملحوظه. قال الناس اللي عندهم دايابيتس وتحديدا تايب 1 دايابيتس اللي هو السكر، دايابيتس نوعين اثنين، في تايب 1 وفي تايب 2. الفرق بين تايب 1 وتايب 2 باختصار، تايب 1 ده شخص البنكرياس بتاعه بايظ غالبا بيجي في الاطفال، البنكرياس متدمر ما بيطلعش انسولين اصلا. تايب 2 ده الشخص اللي هو مقضي حياته كلها اكل، بيجي عند سن 40 سنه، شخص اوبيز مش رحم البنكرياس بتاعه، فالبنكرياس بيجي عند سن 40 غالبا بدا يجهد، فما عادش بيطلع كميه انسولين كافيه. يعني تايب 2 غالبا بيبقى عنده انسولين بس انسولين قليل، لكن تايب 1 ده البنكرياس بتاعه بايظ خالص. بص يا سيدي، قال لك الراجل اللي هو عنده تايب 1 دايابيتس يعني اللي ما عندوش انسولين، او الشخص اللي في ستارفيشن، الناس اللي في الصومال ما بياكلوش خالص دول، بيبقى عندهم مشكله في تصنيع الفاتي اسيد. اشمعنى؟ طيب وان دايابيتس ما عندوش انسولين صح؟ طب واللي في ستارفيشن اللي ما بياكلش بيطلع انسولين؟ عشان نطلع انسولين ليه اصلا؟ والانسولين بيطلع ليه؟ عشان لما انت تاخد اكل فيه جلوكوز هو يقلل الجلوكوز صح؟ يخلي خلايا الجسم تاخده والزايد عن حاجتك في الدم يدخله جوه الليفر يخزنه في سوره جلايكوجين. فالانسولين ده بيطلع لما انت بتاخد جلوكوز عشان يساعدك انك تتخلص من الجلوكوز ده. فمعنى ان انت ما بتاكلش يبقى اصلا مش هيطلع انسولين، مفيش اصلا جلوكوز في الدم عندك. فالعيان اللي عنده تايب 1 دايابيتس اللي عنده سكر، او الراجل بتاع الاستارفيشن المجاعه اللي ما بياكلش ده، الاثنين مشتركين ان مفيش عندهم انسولين يا احمد يا سيد، تمام؟ الاثنين ما عندهمش ايه؟ انسولين. ده ايه علاقته بموضوعنا؟ قال ان الانسولين مهم جدا علشان ينشط الانزيمات
اللي بتعمل elongation and desaturation. الانزيمات اللي بتطول اللينوليك وتحول الاراشيدونيك واللي بتحول اللينولينيك ليكوزا بنتانويك وليكوزا هيكسانويك، الانزيمات دي المسؤولة عن عملية الاطالة زود ذرات كربون، والانزيمات اللي زودت الدبل بوند علشان تشتغل محتاجة مين يحفزها؟ الانسولين. فلو ان العينين اللي عندهم ديابيتس او الناس اللي في ستارفيشن الاثنين مفيش عندهم انسولين، يبقى الانزيمات بتاعه الالونجيشن والديساتوريشن هتشتغل، هتلاقي المنشط بتاعها. يبقى اتوقع ان اللي عنده تايب 1 ديابيتس او اللي عنده ستارفيشن يبقى عنده نقص في مين؟ في الثلاثه دول، حتى لو كان بياخد اللينوليك واللينولينيك في الاكل. وساعتها هنحاول بقى احنا نديله اكل بيحتوي على ايه؟ على المركبات دي او على الفاتي اسيدز دي. زي ايه؟ هتقولهم كمان شويه. المعلومة الثانية، أكتر مكان بيتحول فيه اللينوليك للأراشيدونيك هو الليفر الكبد. يبقى لما شخص يبقى عنده ليفر ديزيز، تحديدا كرونيك ليفر ديزيز، يعني التهاب مزمن في الكبد، تهاب في الكبد، فيروس سي عامل له مشاكل بقاله فترة وما بياخدوش علاج، أي مشاكل موجودة في الكبد، هل اتوقع ان اللينوليك هيتحول الاراشيدونيك بكميات كافيه؟ فبرضو الشخص اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز يفضل انه ياخد اكل بيحتوي على الاراشيدونيك، لان مشاكل الليفر بتقلل تصنيع او تحويل اللينوليك الى اراشيدونيك. عايز اقرا معاكم الكلمتين دول في الورقه. اديني كده صفحه 9. كم ملحوظه اللي تحت بعض؟ اول حاجه اللينوليك واللينولينيك اسيد الاثنين زي ما اتفقنا هم اهم اثنين في العيله دي كلها، لان اللينوليك اوميجا 6 بيتصنع منه الاراشيدون، واللينولينيك اوميجا 3 بيتصنع منه الاثنين اوميجا 3 اللي تحت. عشان كده قال لك ان اللينوليك واللينولينيك ار ذا بيرنتس، هم اباء العيله بتاعه اوميجا 6 واوميجا 3 فاتي اسيد. الملحوظه رقم 2، قلنا في الاستربيشن وفي تايب 1 دايابيتس اكتب لي جنبهم كده الاثنين بيشتركوا في عدم وجود انسولين، حالتين مفيش فيهم انسولين. سواء الشخص اللي في ستارفيشن او الشخص اللي في دايابيتس الونجيشن اند دي ساتوريشن، عملية الإطالة وإضافة الدبل بوند is greatly diminished، يعني بتقل بوضوح. إيه السبب؟ ممكن برضو تضيفها ليك أنت، لأن الإنسولين بينشط إنزيمات الإلونجيشن والديساتوريشن، وهما ما عندهمش إنسولين، فبالتالي الإنزيمات المسؤولة عن الإلونجيشن والديساتوريشن مش هتشتغل. عشان كده زي ما مكتوب عند حضرتك الإلونجيشن and desaturation is greatly diminished، بتقل. طب معنى إن مفيش إلونجيشن ومفيش ديساتوريشن، يعني مش هعرف احول اللينوليك لاراشيدونيك، ولا هعرف احول اللينولينيك الى ايكوزا بنتانويك وليكوزا هيكسانويك. يوم تيجي تكمله الحوار يقول لك ايه سو، ولذلك دايتري سبلاي لازم بقى تاخد في الاكل الاراشيدونيك اسيد واليكوزا بنتانويك وليكوزا هيكسانويك. النقطه رقم 3، الملحوظه الثالثه، الاراشيدونيك اسيد موجود في الانيمال فات، يعني في الدهون بتاعت الحيوانات، موجود في البينات اويل اللي هو زيت الفول السوداني. And its supplementation is recommended، يعني يفضل ان انت يعني supplementation امداد انك تمد جسمك بيه، يعني in chronic liver disease في امراض الكبد المزمنه. اشمعنى؟ اكتب جنبها، لان تحويل اللينوليك اسيد الى اراشيدونيك اسيد بيحصل في الكبد. تحويل اللينوليك الى اراشيدونيك بيحصل في الكبد. sources of arachidonic acid، الاراشيدونيك اسيد ده احنا بناخده فين؟ قال لك رقم واحد من الدايت من الاكل، رقم اثنين بيتصنع من اللينوليك اسيد زي ما احنا لسه قايلين، عشان كده هو conditional essential fatty acid،
اما النقطه رقم 3 ان هو بيصنع من الفوسفوليبيد بالفوسفولايبيز اي 2، والسطر ده اكتب لي عليه معجل لحد ما ناخد بس الفوسفوليبيد. النقطه 3 دي معجل لحين شرح الفوسفوليبيد. نقلب للصفحه صفحه 10 فوق. الجدول ده بيتحط كل سنه، لكنه لا بيجي في امتحانات، مش هيجي يقول لك هلاقي الارجينيك اسيد موجود فين والليكوزا موجود فين. بس احنا دايما بنحب يعني بحاول ان احنا نحفظ اي حاجه موجوده، لا ربما يجي حتى في الامتحان بنسبه 1%، لكن ده مش سؤال امتحان ان انت تعرف ده مكانه فين وده مكانه فين. هنروح مع بعض نشوف الترجمه بتاعت الكلام اللي مكتوب قدامك ده ايه، وبعد كده اقول لك تحفظهم ازاي. الفاتي اسيدز في الاكل بتاعنا موجوده فين؟ اول واحد اللي هو البالميتوليك اسيد، جنب منه ده اوميجا 7، وده رسمناه المره اللي فاتت مع بعض. موجود في الفيجيتابل اويلز، يعني اي زيوت طبعا مستخلصه من الخضار. مارين اويل يعني زيوت البحريه. الاوليك اسيد اوميجا 9 بيجي من الاوليف اويل اللي هو زيت الزيتون، صن فلاور اويل اللي هو زيت عباد الشمس، الافوكادو اللي هو الافوكادو مش في ترجمه. اللينولينك او اللينولينك سوري اوميجا 6 ده بيجي من الكورن اللي هو الذره، البيناط اللي هو الفول السوداني، كوتون سيد اويل اللي هو زيت بذره القط، وصوي بين اويل اللي هو زيت فول الصوي. لينولينك اسيد بيجي من اللاين سيد اويل اللي هو زيت بذره الكتان. الاراشيدونيك اسيد موجود في الانيمال فاتس، في الدهون بتاعت الحيوانات. الليكوزا بنتانويد موجود في الفيش اويل، الزيوت المستخلصه من الاسماك زي الكود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت. الماكريل اويل والسلمون اويل، زيت السلمون وزيت الماكريل. دوكوزا هيكسانويك بيجي من الفيش اويل، برضه من زيوت الاسماك زي اللي قبله، وبيجي من الفوسفوليبيدز اللي موجوده في البيض. بصوا يا شباب، مش مطلوب انك تحفظ الكلام ده كله، بس على الاقل تبقى عارف ايه هي السورسز او معلمهم بحاجه، لا ربما تيجي لسؤال غلطه في ام سي كيو تتسال فيها في واحد في الشفوي يروح خبطك فيها سؤال، لكن انا بصراحه لا سؤال شفوي ولا سؤال نظري ولا ينفع تيجي سؤال اصلا، انا بقول لك ايه هي السورسز بتاعت الفاتي اسيد. بس باختصار شديد، الاوليك اللي هو تاني واحد اوليف موجود في الاوليف اويل او وو، وده قلنا زيت الزيتون يبقى جنب منه كوادرو، زيت عباد الشمس، زيت بنزل زيت الروت، هي دي الحاجات اللي انت ممكن تظبطها معاها. فاوليف في الاوليف اويل ده تاني واحد. هنسيب اللينولينك وننزل على اللي تحت. اللينولينك موجود في اللاين سيد اويل، اولها ال اي ان والثانيه اولها ال اي ان. الاراشيدونك ايه موجود في الانيمال فات، اراشيدونيك انيمال فات. اخر اثنين موجودين في الفيش اويل، الاثنين الكبار موجودين في الزيوت المستخلصه من الاسماك. هيفضل عندك اول واحد موجود في الفيجيتابل اويل، هو ده اللي هيفضل عندك، تمام؟ مش شرط انك تحفظ زي ما قلت كل الكلام اللي في الجدول، كفايه قوي تعرف الاثنين اللي تحت موجودين في الفيش اويل. اللينولينك موجود في اللاين سي، اراشيدونيك انيمال فات، اوليف اوليف اويل، اول واحد موجود في الفيجيتابل اويل، مش شرط انك تحفظهم زي ما هم بالترتيب عندك كده. خلاص؟ فاحنا دلوقتي عرفنا الدرس بتاعنا اللي هو البولي انساتيوريتد فاتي اسيد. عرفنا ان كلمه بولي انساتيوريتد فاتي اسيد، بولي يعني اكتر من دبل بوند، انساتيوريتد يعني بيحتوي على دبل بوند، فبولي انساتيوريتد فاتي اسيد هو الحمض الدهني اللي بيحتوي على اكثر من دبل بوند. قلنا في عندنا عيله كبيره من الانساتيوريتد فاتي اسيد، اهمهم اللينوليك واللينولينك. الاثنين دول 18 ذره كربون، اول واحد دلتا 9 12، ثاني دلتا 9 12 15. بعد كده في اراشيدونيك ايكوزا بنتانويد وكوزا هيكسانويد، واتفقنا ان اللينوليك اوميجا 6 زيه زي الاراشيدونيك اسيد. اما اللينولينك والليكوزا بنتانويد والليكوزا هيكسانويد فالثلاثه بيشتركوا ان هم اوميجا 6. بعد كده قلنا اللينولينك بيتصنع منه الاراشينولينك.
اما اللينوليك فبيتصنع منه النوعين الباقيين اللي هما الايكوزا بنتانويك والدوكوزا هكسانويك. وعلشان كده قال ان اللينوليك واللينوليك الاثنين دول هما البيرنس، هما اباء العيله بتاعه الاوميجا 3 والاوميجا 6. يكمل كلام وقال احنا عندنا الفاتي اسيدز ثلاث عائلات كبار، يا اما تكون فاتي اسيدز ما بتتصنعش جوه الجسم عشان كده هقول عليها اسينشال فاتي اسيدز، يا اما تكون بتتصنع جوه الجسم فاصبحت غير ضروريه اللي احنا بنقول عليهم نون اسينشال فاتي اسيد، يا اما يكونوا فاتي اسيد بنقول عليهم كونديشنال اسينشال اللي هم الاراشيدونيك والايكوزا بنتانويك والدوكوزا هيسانويك. ليه سميناهم كونديشنال اسينشال؟ لانهم بيتصنعوا من الاثنين الاولانيين اللينوليك واللينوليك. فقلنا لو اللينوليك واللينوليك متوفرين وحضرتك بتاخدهم في الاكل يبقى الجسم هيعرف يصنع الثلاثه اللي تحتهم اصبحوا نون اسينشال. اما لو ما بتاخدهمش في الاكل ومش متوفرين مش هيقدر الجسم يصنع الثلاثه اللي تحتهم فاصبحوا بالنسبه للجسم اسينشال. يعني معنى كده ان الثلاثه دول ممكن يبقوا اسينشال او نون اسينشال على حسب توفر اللينوليك واللينوليك، ولانهم بيختلفوا باختلاف حاله الجسم فسميناهم كونديشنال اسينشال فاتي اسيد. بيتصنعوا ازاي؟ قلنا عن طريق انزيم بيطول الفاتي اسيد يحط عليه ذرات كربون عشان احوله من 18 ل 20، احوله من 18 ل 22، يعني لازم اعمل له عمليه ايلونجيشن او اطاله. كمان ده فيه اثنين دبل بوند، هنا بقى فيه اربعه، يعني محتاج ازود دبل بوند كمان، يعني محتاج اعمل ان ساتوريشن او دي ساتوريشن. ففعلا الثلاثة الكونديشنال بيتصنعوا بالإلونجيشن والديساتيوريشن. بس اتفقنا ان التصنيع ده بيحصل رقم واحد في الليبر، عشان كده لو في ليبر ديزيز مشكلة في الليبر مش هيتصنع الاراشينويك اسيد. تاني حاجة قلنا ان الانزيمات المسؤولة عن الإلونجيشن والديساتيوريشن بتعتمد في شغلها على الانسولين، هو اللي بينشطها. فالناس اللي ما عندهمش انسولين اللي هم باختصار عيانين السكر الدايبيتس او واحد في ستارفيشن ما بياكلش، الاثنين دول ما بيطلعش عندهم انسولين، وبالتالي مفيش حاجه هتحفز انزيمات الالونجيشن والديساتوريشن، والنتيجه المتوقعه ان ما لاقيش عند العيان ده ولا اراشيدونيك ولا ايكوزا بنتانويك ولا دوكوزا هيكسانويك، فلازم ياخدهم فين؟ في الاكل. الحصه اللي جايه ان شاء الله انا هسال في فصل الليبت من بدايته لحد ما خدنا النهارده. تمام؟ بس انا هعرفكم انا هعمل السيستم هيكون ماشي ازاي عشان خاطر برضه الناس تبقى جايه عارفه. هو ده الأسئلة بعمل إزاي؟ أنا مش همشي من الناس واسأل أنا جبت